موجة الحر دي حلها تروح تغير جو وتقضي يوم لطيف على البحر وترجع بيتك آخر اليوم، وفي نفس الوقت نكون بميزانية محدودة. فاسمح لي أوصف لك أرخص وأسهل ديوز في مالديف الغلابة، وأوعدك إنك تعيش يوم جميل على شواطئ مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية اللي بيفصلها ساعة واحدة من القاهرة. يعني هتصيف وتبلبط، وأوعدك إنك مش هتصرف أكتر من 130 جنيه، والمبلغ ده بيشمل مواصلاتك ذهاب وعودة من وإلى القاهرة ودخولك الشواطئ، وهتاخد شمسية وكرسي. يعني من الآخر هتصيف يوم كامل ب 130 جنيه. ما تيجي أقولك إزاي؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كده رضا. جهز هدوم البحر ويلا بينا، هتبدأ يومك بدري شوية. وما تنساش تفطر كويس في بيتك، وخد إزازة مية متلجة عشان الحر. يلا ننجز عشان نلحق نستمتع باليوم من أوله. وأول حاجة خد أي حاجة توصلك المرج الجديدة، والأسهل دايما مترو الأنفاق اللي تذكرته ممكن توصل لعشرة جنيه. وبمجرد خروجك من المحطة هتلاقي جنبك على طول موقف ميكروباصات فايد، ودي الفرد فيها بخمسة وتلاتين جنيه. وبعد ساعة واحدة هتكون وصلت عند شارع فايد الجديد، اللي منه هتتمشى عشر دقايق لحد ما توصل لمنطقة الشواطئ والبلاجات. والناحية التانية هتلاقي موقف عربيات العودة للقاهرة، يعني عاوزك ما تشيلش هم الرجوع للبيت آخر اليوم. الجميل بقى ان شارع فايد الجديد ده عبارة عن مكان تجاري مليان مطاعم بكل انواعها، ومحلات وسوبر ماركت كتير، وكمان اماكن لبيع العاب البحر وادوات الغطس. ولقيت عوامات اطفال بكل اشكالها وميوهات شبابي. لو وصلت بقى اخر الشارع ده هتلاقي الشواطئ قدامك وبداية طريق البلاجات. وبما اننا رايحين للمصيف السريع اللي سعره على قد الايد، فهنروح للشواطئ الحكومية. وأقرب شاطئ حكومي هو الزهور، وبعد بشوية شاطئ فايد الجديد. وتذكرة دخول الفرد فيهم بعشرين جنيه، والكرسي بعشرة جنيه، وفي مظلات القعدة مجانية تحتها، وممكن تأجر شمسية وترابيزة الاتنين بعشرة جنيه. طب كده لو انت جمعت اللي صرفته هيبقى 85 جنيه، وهتسيب 45 جنيه للعودة الى القاهرة، كده انت صرفت 130 جنيه. انسى بقى الفلوس وتعالى نتفرج على جمال شواطئ فايد، اللي بمجرد دخولك ليها هتلاقي مسطحات خضر جميلة وشاليهات. واكتر حاجة بتخطف عينك منظر وشكل البحر اللي هيريح عينك وهيسحب منك اي طاقة سلبية. انت حقيقي في حضرة الطبيعة، قعدة البحر بمشهد بانورامي مريح للأعصاب. وكمان في كيدز إيريا للأطفال، يعني لو معاك أولادك هيتبسطوا قوي. اجهز بقى عشان تنزل البحر وتبلبط، فهتلاقي حمامات في الشاطئ هتقدر تغير هدومك فيها. ولو خايف على متعلقاتك الشخصية ممكن تسيبها عند الكافيتيريا، هيخلوا بالهم منها لحد ما تخلص يومك ومتاح دخول الشاطئ بالأكل. المميز كمان ان الشاطئ ممهد ونظيف، فلو معاك أطفالك هيستمتعوا قوي. وكمان الموج في فايد مش عالي، ولو حابب تخد تجربة البدلات البحرية نص ساعة لقيتها بـ40 جنيه. الشاطئ بتفتح من الساعة 5 الصبح حتى الساعة 5 آخر النهار، ده لزيارة اليوم الواحد. أما لو رايح مع مجموعة أصدقاء 4 أفراد وحابب تأجر شاليه، لقيت الليلة بـ300 جنيه في شقة مطلة بالكامل على البحر. خليني برضه أقولك إن مدينة فايد فيها تنوع كبير في الشواطئ، وفيها كمان فيلل وشاليهات بتقدم لك كل الخدمات بأسعار متنوعة. الجميل كمان إن في شاطئ في أول طريق البلاجات اسمه أمون رع، لقيت تذكرة دخول الفرد بـ50 جنيه، وده بيشمل كل حاجة، دخول الشاطئ والكرسي والشمسية، وكمان في باركينج للعربيات داخل الشاطئ بـ10 جنيه. المميز كمان إن جنب الشواطئ دي هتلاقي حلقة السمك في فايد، ودي فيها مطاعم كتير لبيع الأسماك، ده لو عاوز تتغدى. وحي الأسعار فيها أرخص من القاهرة، بس اسأل على الأسعار لأنها بتختلف من مطعم لمطعم، وأغلب الأسماك صبحة وممكن تفاصل معاهم عادي، لأن في مطاعم كتير جدا. شوف المناسب لإمكانياتك وخد الكمية اللي تعجبك، والمطعم هيسويه قدامك خلال ربع ساعة، وهتلاقي السفرة جاهزة بأجمل أكلة سمك في فايد. حابب بس أقولك إن مدينة فايد قريبة من القاهرة، وممكن تقضي فيها يومك بأقل تكلفة، وتصيف وترجع بيتك نفس اليوم بتكلفة 130 جنيه، وده يوم لطيف أنا جربته وحابب أعرفك عليه، فحاول تجربه وحقيقي هتتبسط.